الشفار او المخار خلوها خوتنا المراكشيين شي لها البهجه، بان ليه موتور مربوط بسلسله وقفل، جا هو وزاد قفل اخر ومشى وقف بعيد شويه وكيراقب الوضع. ها السيد مول الموتور رجع كيخرج المفتاح من جيبه والشفار كيشوف فيه، حل القفل بغى يدفع الموتور ولكن كيحس به مازال مسدود، وقف ليه الرجيلات وعاود شاف هكا وهكا، كيتفاجئ بلي فيه قفل اخر. مشى عند البوليسي اللي واقف حدا الاشاره الضوئيه الفروج، بغى زعما يسولو شكون اللي دار ليه قفل اضافي. يلا وصل عنده وقال ليه السلام عليكم، ويشوف الشفار حل القفل الثاني ديالو لانه عنده الساروت، وركب على الموتور واختفى عن الانظار، حيت القفل الاول حلو مولاه بايديه اللي ما ضربوا عليها حد. اجي دابا نشوفوا التقنيه ديال اللص الثاني. مول الموتور وصل حدا السوق، ما بغاش يشوف جهه الكارديان حارس السيارات والدراجات الناريه ولا يدسرو، قال مع راسو جوج دراهم اللي غادي نعطيها لحارس السيارات انا اولى بها الله يحسن العوان زايده فيا، حيت هو بسلامته عنده الحل فين غادي يحط الموتور. اش كيدير؟ كيربط الموتور مع داك الكارد كور او الحديد ديال القنطره بحال هذا، وملي ربط الموتور وطمأن عليه دخل للسوق. ايوا تقدم مع راسو اش منك يا خضاري اش منك يا فواكه الى اخره. ملي رجع باش يهز موتورو ما لقى الا الرويضه، والشفاره في عوض اللي مرضو مع القفل ويجربوا الف مفتاح ومفتاح، واش يحلوا ولا ما يحلش، واش يقطعوه بالمنشار، وهذا الشيء من طبيعه الحال ممكن ياخذ ليهم الوقت وممكن يحصلوا متلبسين. الحل بسيط وسريع هو حلوا البولوناس ديال الرويضه. ومعنا هاد الشفار الثالث اللي عنده تقنيه خاصه واللي كيستعملها في سرقه الدراجات الناريه. كيمشي كيتسارع عادي بحال لا ما كاين والو، وغير يبان ليه شي موتور سد مولاه كيقصدو، وهذا تبارك الله عليه ما كيستعمل لا سوارت ولا والو، كيجيب بحال هادي باتان غولات او زلاجه ويربطها مزيان مع الرويضه ديال الموتور، الرويضه القداميه يعني، كيلبسها ليها بحال الصبيبيط. وبهذه الطريقه الموتور كيصبح حر في الحركه ديالو، الرويضه اللورانيه كدور عادي ما فيها لا قفل لا والو، اما الرويضه القداميه اللي مسدوده وما كدورش راه هي بالسلامه واقفه فوق الباتان اغولات الزلاجه، وهاد الروايد الصغار ديال الزلاجه هما اللي كيدوروا فوق الطريق. بغى يغير الاتجاه راه كيغيروا عادي بحال ملي كيكون الموتور مفتوح. اما هاد الشفاره الاخوان كيستعمل العكاكز، كيفاش؟ انا غادي نقول لك كيفاش. كيمثل الدور ديال المعاق، الله ينجينا وينجيكم ويشافي كل مريض يا ربي. كيدير جوج عكاكز وكيوقف بهم في جنب الطريق، الا شفتي فيه كيبان عليه متعوب ومكرفس الله يحسن العوان، واول حنين كيدوز قدامه بالموتور كيشير عليه وكيدير ليه ديك الحركه المشهوره ديال الاستعطاف، المهم الا ما توصلني معاك هنايا شويه لقدام الله ينجيك ويحفظ لك مهمتك. مول الموتور كيبقى فيه المعاق الممثل وكيوقف فيه الزو ويزيد به، ويا ريتو ما وقف ليه. كيمشي واحد المسافه لا باس بها حتى كيقول ليه المعاق وقف وقف على فكره طاح ليا العكاز زلق ليا من يدي سبحان الله. مول الموتور كيشوف من حالو كيحشم يصيفطو يجيبو على رجليه لانه مريض زعما، ودابا راهم فاتوا المكان اللي طاح فيه العكاز بتقريبا 200 متر، والشفار يعني المعاق ديال بلعاني اللي صح كيكحز شويه لقدام البلاصه الشيفور ويتحكم في الكيدون ويكسيري وما يخلي مول الموتور الا الدخان. ايوا عندك شي ميطير رد بالك، ما عندكش رد بالك، اشترك 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 اشترك، دير شي لايك معاك فيها خير.